بحمد ربنا على المشوار بتاع الكورة، وراضي بكل اللي أنا مريت بيه في الكورة طبعا، من تجارب ومن لعب ومن سفر ومن كل حاجة بحمد ربنا عليهم. بعتبر أني واحد من الناس اللي ما كانوش محظوظين قوي في الكورة. انضمامي للنادي الأهلي كان عن طريق الاختبارات، وانضميت للفريق. كان الفريق وقتها زمايلي كان أحمد بلال وأمير عبد الحميد ومحمد فضل، وبشتغل الصبح في جامعة خاصة هنا في 6 أكتوبر، وبعد الظهر بيبقى شغلي هنا في إيجلز. أنا هنا مدير النادي في نادي إيجلز. ساعات بقى بيبقى بالليل بقى كده، لما بيبقى فيه فرح ولا فيه حاجة من حد من أصحابي أو فيه حفلة عندي أو حاجة، بروح أغني بالليل. في الحب والإحساس وفي اختيار الناس، بيمشي على كيف وعلى كيف كتير وما يقوليش. الكينج احنا بنتعلم منه، وهو اللي حببنا في حاجة زي للغنى، وهو اللي حببنا ان احنا ندندن وان احنا نفكر اساسا ان احنا نعمل حفلات او نعمل اي حاجة. في حد صديق مشترك بيني وبين الكينج، في يوم دون اي ترتيب حصل انه قال لي انا رايح للكينج دلوقتي فتعال معايا، ورحت قابلت الكينج، وكان ليا الشرف اني قعدت معاه في البيت ورحب بيا جدا. بس الحقيقه ما اتكلمناش في موضوع الغنى خالص، ولا انا جبت سيره، ولا هو يعني فتح الموضوع. اعتقد ان هو ممكن ما يكونش يعني عنده خلفية عن ان انا بغني له او حاجة. في حاجة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش من التفاصيل بتاعة الكينج، يعني هو لما تقعد مع الكينج مش ما ينفعش انت اللي تفتح موضوع، يعني بمعنى اصح انت بتفضل قاعد مستني هو هيتكلم في ايه فانت ترد عليه. الحلم الاول والاخير بالنسبة لي طبعا ان اغني مع الكينج على الستيج واحد، ولو كوبليه مش اغنية، يعني ده حلم بالنسبة لي ممكن اكون بنام واصحى بحلم بيه. يعني اصدق كتير مني مني مني، واجرأ كتير مني مني مني، ويا ما صدقت ويا ما كتير ما صدقني.